السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من AZ700 Azure Networking Solution. في الفيديوهات السابقة احنا اتكلمنا عن الأجور دي ان اس، عرفناه وعرفنا المكونات بتاعته، وخدنا او ركزنا في كلامنا عن البرايفت زون او البرايفت دي ان اس زون، وقلنا ان هي بتعمل حاجتين، الاوتو ريجستر والاوتو او الريزولوشن. الاوتو ريجستر احنا خدناها براكتيكال وقدرنا ان احنا نتعرف عليها لما رحنا انشأنا الفي ام اللي كان اسمها التست دي ان اس، ونادينا عليها بالاي بي فردت، ونادينا عليها بالنيم فبرضه ردت عليها. وعلشان نختم الموضوع الخاص بالبرايفت دي ان اس زون، احنا محتاجين نسأل نفسنا كده شوية اسئلة علشان تتضح لنا الفكرة بشكل كبير. احنا عملنا فيرتشوال نتورك حطيناها في الـ STOS، وعملنا VM جواها، وخلينا اللينك أو خلينا لينك كده بينها وبين الزون بتاعتي اللي كان اسمها azure4arab.net، وعملنا اوتو ريجستر للفي نت ديت جوه الزوم بتاعتي، فكانت الفي ام تروح او تلقائيا بتروح تنشئ ريكورد من نوع اي ريكورد، فتسجل بيه الاي بي بتاعها والنيم علشان لما حد كان ينادي عليها او هي تنادي على نفسها واتيفر ترد بالنيم وترد كمان بالاي بي. طيب سؤال هنا، لو كان عندي اكتر من فينت جوه نفس الريجون، عندي الريجون اهي اسمها الاس تي او اس، عندي الفي ام ديت على فينت 1 مثلا، هل لو عندي فينت تانية جوه نفس الريجون يا شباب وعليها في ام برضه، تمام، لو رحنا نادينا على في ام موجوده على فينت مختلفة عني هترد، على اعتبار بقى ان انا عملت اوتو ريجستر وعملت لينك بالبرايفت زون. الحقيقة لا، لسبب بسيط جدا احنا قلناه يمكن قدام شوية او يعني في الفيديوهات السابقة، ان دي شبكة ودي شبكة، هو مش شرط عشان اكون في نفس الريجون ان انا ابقى شايف الريسورس مع بعض. طيب علشان اخلي شبكاتي اللي جوه الريجون او حتى اللي بره نفس الريجون يشوفوا بعض، ايه الحل؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل لو انا عندي اكتر من زون، يعني ادي زون رقم واحد اهي، وحبيت اعمل زون تانية اسميها زون رقم اتنين واخليها مثلا باسم xyz.com، هل هينفع اخد نفس الفي نت دي تعمل لها لينك هنا اهو اطبق عليها الاوتو ريجستر؟ الاجابه هي لا، لان من ضمن الليمت الخاصه بالبرايفت زون انه ان الفي نت ما تقدرش تعمل لينك واوتو ريجستر على اكتر من زون. يعني لو حضرتك حابب تلينك الفي نت رقم واحد على الزون رقم واحد وتعمل اوتو ريجستريشن، ما عندناش اي مشكله. هتيجي بقى تعمل لنفس الفيرشوال نتورك ديت لينك مع زون ثانيه، فمش حضرتك مش هتقدر تطبق عليها الاوتو ريجستر، لانه باي ديفولت كده هي هتاخد انهي نيم؟ ما انت كده هتشتتني، هي هتاخد انهي نيم؟ مش الزون ديت ليها نيم والزون ديت ليها نيم تاني، والخاصية اللي هي الاوتو ريجستر ديت بتروح تكرييت ريكورد وتسجل جواه الاي بي الخاص بالفي ام، وبتاخد بتديسكفر النيم على الزون، فبالتالي هنا هي هتطلع لك انهي نيم. فمن ضمن زي ما قلنا كده الليميتيشن، ودي اسئلة بتيجي في الانترفيو او في الاكزام، انه يديك سيناريو كده ويتوهك ويقول لك انا محتاج اربط اعمل لينك نفس الفي نت جوه التو زون، فحضرتك هتقول له الكلام ده مش هينفع. طيب
علشان بقى نشوف الكلام ده عملي قبل ما نتكلم على ازاي نخلي الفينت او اكتر من فينت يشوفوا بعض ويردوا على بعض سواء داخل نفس الريجون او براها، تعالى كده نروح مع بعض للبورتال بتاعتنا. هنلاقي الفي ام اللي عندنا اهي، يعني عندي 2 في ام اهي، الدي ان اس تيست اللي احنا استخدمناها في الفيديو اللي فات، ودي فينت جديده انا لسه عاملها. ولكن خلينا لو دخلنا كده جواها جوه الدي ان اس تيست علشان نشوف النتورك شكلها ايه، فهيقول لي النتورك الخاصه بالفي ام ديت هي الكور سيرفيس، هي الكور سيرفيس، وادي الاي بي بتاعها. طيب الفي ام الثانيه النتورك بتاعتها، هلاقي النتورك الخاصه بيها است بي ام، ومعمول لها سبنت واخده اي بي مختلف تماما، الثانيه كانت واخده 10 دي واخده 172، فبالتالي شبكتين مختلفتين هما الاثنين مش هيشوفوا بعض على الاطلاق. عشان نثبت الكلام ده احنا ممكن لو روحنا كده عملنا كونكت، شغل بس الماشين ديت ستارت عشان نقدر نعمل كونكت عليها، والماشين التانية برضو نعمل لها ستارت عشان نقدر نكونكت عليها لما تشتغل. طيب هما كده اشتغلوا هما الاثنين، هنكونكت عليهم بالـ RTP. اقول له لو سمحت انا محتاج اكونكت، هيفتح لي السيشن. انت مين؟ انا علاء. طب الباسورد بتاعك ايه؟ ادي الباسورد بتاعي اهو، دخلني لو سمحت. هيبدا يقول لي اهلا وسهلا، حد ممكن يقول لي يعني الريموت اشتغل اهو لو مركز معايا. يعني هقول لك انا غيرت النتورك لان النتورك التانية كان مقفول عليها فعلا الـ RDP بورد. هنروح الـ VM التانية سريعا كده عشان نعمل عليها كونكت، هقول له لو سمحت انا محتاج اكونكت على الـ VM ديت، فهيقول لي اوكي عندي مشاكل في الكلام ده. انت مين؟ انا علاء. طيب الباسورد بتاعتك ايه؟ ادي الباسورد بتاعتي. طيب اديني عندي كده 2 VM، ادي اول واحدة وادي تاني واحدة، الاثنين جوه نفس الريجون اللي هي الـ STOS، ولكن على 2 VNet مختلفين، يعني واحدة واخدة 10 والتانية واخدة 172. هل لو رحت عملت كده وقلت له كده انا محتاج الـ IP config بتاعك علشان اشوف الاي بي، دي الاي بي بتاعها 10.0.1.4 تمام. التانية لو روحنا كده وقلت له الاي بي config، هيقول لي انا الاي بي بتاعي 172.16.0.4. هل لو روحت عملت كده بينج على الفي ام اللي اسمها تيست DNS اللي هي الـ IP بتاعها 10.0.1.4 هترد عليا؟ مفيش رد، باي ديفولت مش هترد عليا. والتانية برضو لو روحت عملت بينج على نفس الـ IP ده باي ديفولت مش هترد عليا. يبقى كده جاوبنا على أول سؤال سألناه، هل لو الـ 2 VM في نفس الريجون ولكن على شبكتين مختلفين هيشوفوا بعض؟ باي ديفولت مش هيشوفوا بعض. السؤال الثاني اللي احنا سالناه، هل ينفع اعمل لينك لفيرتشوال نتورك في اكتر من زون واعمل اوتو ريجستر؟ خلونا نعملها براكتيكال برضو. هنروح هنا للهوم، هنشوف البرايفت دي ان الزون بتاعتي، هلاقي زون واحده، هقول له لو سمحت انا محتاج اعمل زون ثانيه وهسميها مثلا، خلينا نشتغل على الريسورس جروب بتاعنا وهسميها secondzone.com تمام. next
كليت أو ريفيو كليت. تمام، ادي الزوم بتاعتنا خلصت، فهروح سريعا او نروح مع بعض كده علشان نضيف او نعمل لينك كده للشبكة. طبعا الحاجات دي احنا عارفينها، فهنقول له مثلا في النيم، خلينا نختار الفيرتشوال نتورك الاول. هنا احنا الكور سيرفيس ديت احنا اوريدي عملناها لينك على البرايفت زوم بتاعتنا اللي اسمها اجر فور عرب دوت نت. فلو عملت لها كده choose وقلت لها الكور سيرفيس مثلا to second زون اي نيم، احنا بنجرب. هل لو قلت له اوتو ريجستر وقلت له اوكي هيقبل؟ شايف هنا قال لي ايه؟ قال لي failed. ليه؟ قال لي لانه الكور سيرفيس تو سكند زون ديت الفيرتشوال نتورك كان اونلي بي لينكد تو وان برايفت دي ان اس زون. ما اقدرش اعمل لك لينك على تو زون مختلفين. تمام كده يا شباب؟ يبقى كده جاوبنا برضو على سؤالنا التاني. خلونا بقى نقول ايه الحل في حاله انه انا عندي فيرتشوال ماشين في يعني في لوكيشن او ريجن مختلفه، وحابه تتواصل مع بعض او تتواصل مع في ام ثانيه وتعمل بقى الريزولوشن بتاع النيم بتاعها، ايه الحل؟ قال لي علشان تعمل كده محتاج حاجه اسمها البيرنج، محتاج حاجه فيتشر كده اسمها بيرنج. ايه فكرة البيرنج يا شباب؟ فكرة البيرنج هي المسؤولة عن عمل لينك بين اكتر من فينت، يعني توصل الفينت اللي موجودة مثلا في كندا، احنا عندنا ريجون اللي اسمها كندا فيها اكتر من فينت، وعندنا ريجون الاس تي او اس فيها اكتر من فينت، فالاتنين باي ديفولت خلاص اثبتنا ان هما مش شايفين بعض، فعلشان اخليهم يشوفوا بعض هعمل بينهم بيرنج. تمام؟ طيب لو في حاله انه عندي اكتر من ريجون وكل ريجون شايله ريسورس معينه، فحابب اخلي الريسورس دي تشوف الريسورس اللي موجوده في الريجون الثانيه، برضو بعمل بيرنج. يبقى كده اشرنا ان البيرنج ده ايه اكتر من نوع، هما نوعين اتنين ما فيش غيرهم، سواء الجلوبال او البيرنج بقى اللي هو على مستوى الريجون. يبقى انا كده علشان افهم الموضوع بشكل برضو بسيط، انا لو عندي هنا فينت ريجون 1 وعندي هنا فينت في ريجون 2، حبيت اخلي التو فينت دول يشوفوا بعض، دي تشوف ديت ودي تشوف ديت، يبقى كده البيرنج ده نوعه جلوبال على مستوى المناطق. اما لو عندي منطقة واحدة ولكن جواها اكتر من فينت 1 فينت 2 فينت 3 وهكذا، وحبيت اخليهم الثلاثه دول يشوفوا بعض، وده تشوف ديت ودي تشوف ديت، فده اسمه الريجون بيرنج وده اللي احنا هنعمله حالا علشان احقق الكونكتيفيتي بين الريسورس. زي ما هنروح سريعا كده للبورتال بتاعتنا، هنطلع على احنا واقفين على هنروح على الهوم الاول معلش، وهنشوف عندي
الفيرتشوال نتورك اللي احنا عملناها مع بعض اللي هي في كندا واس تي او اس، وكان تقريبا كان في واحده في كوريا اهي. خلينا بقى نروح الاول نعمل بيرنج بين التو في نت اللي موجودين هنا علشان نحقق الريجون بيرنج. فهندخل على الفي نت ديت اللي موجوده في الاس تي او اس، وهقول له هنا في الخيارات بتاعتها او في التولز بتاعتها انا محتاج اعمل بيرنج. هقول له اد، نخلي بالنا انه هنا هيسالني شويه اسئله هنا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي this virtual network سمي لي البيرنج الخاص بالفيرتشوال نتورك ديت. انا ممكن اخدها كده واقول له كور سيرفيس في نت، نزود عليها مثلا كلمه بيرنج. طيب هيبدا يسالني الترافيك اللي جاي من الشبكه ديت هتقلاه ولا هتبلوك؟ انا اصلا داخل علشان اعمل كونكتيفيتي فما ينفعش اقول له بلوك، فاقول له قلاه. هيبدا برضه يسالني طيب الفورورد اللي جاي من الشبكة يعني اللي رايح لها واللي جاي منها برضو هخليه الاو. ممتاز. هيقول لي طيب في اي جيت واي بوابة كده او راوتر سيرفر موجود في النص هو اللي هيعمل عمليات التوجيه ولا مفيش؟ وعلشان احنا ما كلمناش او هنتكلم ان شاء الله في الجيت واي وفي الراوتر والراوتينج عموما، هنخليها نن زي ما هي. هيقول لي طيب حضرتك الشبكة التانية بقى، الشبكة التانية، نخلي بالنا يا شباب عشان الحاجات دي مهمة جدا. احنا هنا داخلين نعمل بيرنج، فالبيرنج ده بين فينت وفينت. الفينت اللي احنا هنستخدمها اللي هي او الشبكة اللي احنا داخلين نعمل لها بيرنج اهي. طيب الشبكة التانية بقى، الشبكة التانية اللي هتتصل بالشبكة دي، نخلي بالنا هنا من حاجة مهمة جدا. حضرتك البيرنج ده جوه نفس الريجون، جوه نفس الشبكة، ولا بره الريجون وشبكات مختلفة؟ لا، احنا هنا في حالتنا بنعملها جوه نفس الريجون ولكن شبكات مختلفة. فهنا هقول له النيم، بعد هنخلي النيم هنا بعد ما نختار هنا الفيرتشوال نتورك اللي احنا هنعمل لها بيرنج اهي. فهيبدأ يقول لي شايفين، هيقول لي اختار شبكة مختلفة. ليه؟ لان انت بالفعل اصلا انت اخترتها اهي، ما انت واقف عليها اصلا. يبقى كده فهمنا مدلول البيرنج ان هو بين شبكتين مختلفتين، بين شبكتين مختلفتين. تمام، يبقى كده الكور سيرفيس في نت. وهقول له مثلا الاست في ام ديت، نخلي بالنا ان دي شبكه جوه نفس الريجون يا شباب، ديت الاثنين دول جوه نفس الاس تي او اس. فلو قلت له ديت هيعديني، ما عنديش مشاكل، هيعديني من غير اي مشاكل. يبقى هطلع هنا هقول له النيم هيبقى الاست يو اس والكور سيرفيس. يبقى انا كده علشان ابقى بروفيشنال، ابقى راجل فاهم، يبقى لازم برضو اغير في النيم هنا. ليه؟ لان هنا الكور سيرفيس هتبقى مع مين؟ مع الاست، صح كده؟ كور سيرفيس مع الاست هيتعمل بيرنج، وهنا العكس، الاست مع الكور سيرفر، الكور سيرفيس عفوا، هتتعمل بيرنج. طيب التمبلت اللي حضرتك هتستخدمها او الديبلويمنت موديل، في يعني احنا من المفترض نكون عارفين ان في تو موديل اتكلمنا عليهم تقريبا في كورس الجوفرنس، الريسورس مانجر والكلاسيك. بص يا شباب، الكلاسيك ما عادش حد بيستخدمه، حتى مايكروسوفت قالت انه من المفضل ريكومندد وانت بتعمل اي سيرفيس جديده ما تخليش الكلاسيك ده، يعني استبعده من الخيارات. هو لسه موجود، هو كان الموديل الاول او الجيل الاول لاجر لما كان هو اللي بيوفر السيرفيس ليا. دلوقتي طلع الريسورس مانجر حديث، مش حديث ولا حاجه، من حوالي 3 4 سنين، ولكن هو اللي مستمر معايا ان فيوتشر ان شاء الله. تمام، السبسكريبشن بتاعتنا الفيرتشوال نتورك اللي احنا هنربطها
خلاص اخترناها، هتقلو الترافيك لديت. ايوه، طب الترافيك برضو اللي جاي عليها برضو هقلاه. وعندك جيتوي؟ ما عنديش جيتوي. هقول له ات، يبدا ياخد مني الكونفيجريشن ويعمل لي البيلينج. فيما يعني بقى، فيما يعني خلي بالنا ان البيلينج هنا ستيتس لسه ابديتنج. اول ما تتغير هنقدر نحقق الكونكتيفيتي بين التو في ام اللي احنا قبل كده ما كناش قادرين نعمل البينج على او بينهم وبين بعض. لو رحنا كده دي اي بي ال10، لا دي ال172، فبالتالي لو قلت له بينج هنا او لسه ما خلص كونكتد، خلاص اهي بقت كونكتد. هروح على طول للتو في ام بتاعوتي، احنا قفلنا السي ام دي. طيب معلش، سي ام دي هقول له بينج كان اسمها ايه، عفوا العنوان بتاعها 172.16.04 لو سمحت. اهو ما عندناش اي مشاكل خالص. علشان نتاكد هل ممكن حد يقول لي انت بتبنج على نفسك، فهقول له لا، انا الاي بي كونفج اهو بتاعي هو العشرة، انا واقف على العشرة، فبالتالي لما رحت عملت بينج على 172 رد عليا علشان البيرنج بقى كونكتد، والحياة بالنسبة لي بقت ما عنديش اي مشاكل فيها. ولو رحت للماشين التانية وقلت له سي اف دي وقلت له بينج على العشرة دوت، هي كانت كام يا شباب؟ 10.0.1.4، هيرد عليا ما عنديش اي مشاكل. يبقى كده احنا عملنا ايه؟ كده عملنا البيرنج جوه نفس الريجون ولكن على شبكات مختلفه. بنفس الطريقه يا شباب هعمل البيرنج واختار الشبكات بتاعتي، اروح احدد الشبكه الاولى واجيبها من ريجون كندا مثلا، الشبكه الثانيه اجيبها مثلا من كوريا او من اس تي او اس، واقلاو للترافيك زي ما احنا شفنا. طيب قبل ما نقفل بقى الفيديو ده، احنا كنا عاملين اوتو ريجستر للنيم بتاع الماشين دي صح؟ يعني انا لو قلت له مثلا اي بي كونفيج على اول علشان اشوف النيم بس بتاعها كان اسمها ايه. دي ما خدتش نيم، اس في ام، عفوا ديت دي كان اسمها التست دي ان اس صح. لو قلت له بقى هنا، لو قلت له هنا بينج على التست دي ان اس دوت اجر فور عرب دوت نت، هيرد عليا؟ او كان اسمها دي ان اس تيست ولا تيست دي ان اس يا شباب؟ معلش انا برضو ايه بنسى زيكم بالظبط. اهي ترد عليا وما عنديش اي مشكله خالص على الاطلاق، فيما يعني انه الماشين او الفي ام ديت راحت عملت الريزولوشن النيم، خدت النيم بتاع الماشين الثانيه واتعرفت عليه من الريكورد الخاص بالبرايفت دي ان اس. ان شاء الله في الفيديو القادم هنشتغل على الجلوبال بيرنج، او من غير ما اشتغل عليه اعتقد انه الفكره دلوقتي مفهومه جدا وواضحه. اي استفسار انا بحب دايما انه اسمع صوتكم ونقعد نتناقش مع بعض في ما اشكل عليكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.